بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برغم بساطة هذا الماسك، إلا أنه رائع جدا لتفتيح لون البشرة وتوحيد لونها. هذا الماسك بديل لماسكات دقيق الحمص الموجودة بقناتي لمن تعذر عليهن الحصول على بودرة الحمص أو طحنه في البيت لصعوبة طحنه في البيت. هذا الماسك يوحد لون البشرة بطريقة جميلة جدا، كذلك هو قوي في تفتيح البشرة، ومن أجمل أقنعة تبييض البشرة وتفتيحها وتوحيد لونها. ينعم البشرة، يساعد على التخلص من حب الشباب، كذلك يعمل على تبييض البشرة وإزالة آثار حب الشباب. نحتاج للحمص مسلوق، خذي كمية من الحمص المسلوق واطحنيه على شكل عجينة ناعمة جدا بهذا الشكل. نضيف عليها ملعقة طعام، نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الحمص المسلوق والمطحون، ونضيف عليه ملعقة طعام كبيرة من الزبادي الطبيعي أو بما يسمى اليوغورت الطبيعي أو الروبا. نقوم بخلط المكونات جيدا حتى الحصول على ماسك رائع جدا، يعتبر سحر للبشرة. إن شاء الله تجربوا هذا الماسك والنتيجة مرضية ومن أول استخدام. هذا الماسك يصلح لجميع أنواع البشرة، نخلط جيدا المكونات، نتحصل على هذا الماسك الرائع جدا. دائما على بشرة نظيفة نقوم دائما بتنظيف البشرة بالماء والغسول المناسب للبشرة، وبعد تجفيف البشرة يوزع هذا الماسك من الرقبة حتى بشرة الوجه، يترك لمدة ربع ساعة وبعدها يغسل مباشرة بماء بارد. هذا الماسك يعمل على تنظيف البشرة، يقوم بتفتيحها وتبييضها بصورة طبيعية، رائع جدا، أحسن من ضرر الكريمات الغالية التجارية. الماسك هذا يستخدم يوم بعد يوم والنتيجة من أول أسبوع. دائما التوجه للمواد الطبيعية في تبييض البشرة، خصوصا ماسكات الحمص، أفضل من استخدام أي أشياء أخرى ككريمات ضارة، لأن استخدام الحمص في هذه الوصفة ذا خصائص مبيضة، يقوم بتبييض البشرة، يمنحها الجمال والنعومة. الوصفة صالحة الاستخدام للحوامل، المرضعات، البنات الصغار من عمر 5 سنوات فما فوق، لتفتيح البشرة من أشعة الشمس، كذلك الرجال يمكنهم استخدامها وبكل أمان. الوصفة هذه صالحة الاستخدام في الثلاجة بعلبة محكمة الإغلاق لمدة أسبوع كامل. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة، وانتظروني في أقنعة أخرى وماسكات أخرى لتفتيح البشرة وتخليصها من آثار البقع المختلفة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.